يمكن معظمنا إن ما كانش يعني كلنا من كتر الأحداث اللي بتحصل في غزة والمذابح اللي بنشوفها يوميا وبنتابعها طول الوقت، يعني كلنا نفسنا نقدم لهم أي حاجة، وكل اللي بنقدر نعمله إننا نوصل صوتنا حتى لو من خلال بس السوشيال ميديا. لكن في شباب وفي مجموعة من البلوجرز والمتطوعين كمان أخذوا خطوات مختلفة، راحوا معبر رفح في حملة مرابطون حتى الإغاثة. معانا على التليفون دلوقتي الكاتبة والبلوجر نورهان أبو بكر، وهي واحدة من الشباب اللي كانوا عند المعبر. نورهان برحب بيكي معانا في ست الستات. ألو، برحب بيكي، شكرا، تسلميلي. يعني نورهان، يمكن أنت من المحظوظين اللي قدروا يعملوا خطوة أكتر من السوشيال ميديا. طبعا على فكرة مش عايزة أقلل أبدا من قوة السوشيال ميديا وقد إيه اللي بيتابع حتى القنوات الأجنبية، السي إن إن والقنوات الإخبارية الأجنبية، شاف إن البلوجرز فعلا واللي بيقدروا يعملوا شير للبوستس الصور الحقيقية اللي بتحصل لغزة، قد إيه النهاردة قدروا ان هم يغيروا الصوره 180 درجه، وبقى في زي كسوف من مسانده الكيان الصهيوني. هل بتشاركيني الراي ده ولا لا؟ واكيد بشارك حضرتك طبعا الراي ده. دلوقتي السوشيال ميديا بقى ليها دور قوي وفعال قوي في انه الناس تشوف جزء ولو بسيط حتى من الحقيقه. صح، الواحد طبعا بيبقى عشمان وجواه امل كبير ان الناس تشوف صوره كامله زي ما هي حاصله، لان طبعا بيحصل يعني حتى علينا احنا بيحصل تعقيم وبيحصل حجب للمحتوى اللي بننزله حتى عن القضيه. صح. ورغم ان الواحد يعني قد يظهر للناس ان احنا بنعمل دور كبير قوي ودور فعال قوي، ولكن انا بقى من الناحيه الثانيه اهو حابه اقول ان احنا على قد ما احنا بنحاول نوصل صوت الناس وعلى قد ما احنا بنحاول نستخدم قنواتنا كلها على السوشيال ميديا، ولكن احنا ما زلنا برضه حاسين بالعجز وحاسين برضه ان احنا لا لسه قدامنا حاجات كتير عايزين نعملها ولسه قدامنا حاجات كتير عايزين نساعدها. طبعا طبعا احساس بالعجز ده، لان يعني فعلا على قد ما كل الناس عايزه تقدم خدمات انقاذ تعبير عن الراي، فعلا كلنا بنحس باحساس الشعور بالعجز ده. طب قولي لي كده نورهان، انت عملتي ايه مختلف انت والمجموعه؟ وعايزاكي تعرفيني اكتر على حمله مرابطونا حتى الاغاثه، عملتوا ايه واحكي لي تجربتك عند المعبر. والله احنا يعني انا برضو يعني في حاجة برضو عايزة اوضحها، حاجة حابة ان انا انوه عنها، ان احنا دورنا يمكن على قد ما الناس بتبقى شايفة ان ده حاجة كبيرة قوي وحاجة عظيمة احنا عملناها، احنا برضو ما زلنا حتى واحنا راجعين شايفين ان احنا برضو ما عملناش حاجة، ودورنا مش عظيم زي ما الناس بتفخم فيه قوي كده. احنا مجرد نقطة او حلقة صغيرة قوي، حلقة يعني مكنة كبيرة جدا. احنا كنا رايحين تبع بنك الطعام متطوعين حملة مرابطون حتى الإغاثة، ان احنا ننقل الصورة واضحة وننقل الصورة بشكل كامل من الأحداث اللي بتحصل عند المعبر، من تصوير العربيات بتاعة المساعدات، عربيات المساعدات بيبقى فيها ايه، من ان احنا نطمن ان السواقين المصريين ان هم يعدوا ويعبروا بسلام ويرجعوا لنا تاني بسلام، دي كانت نقطة مهمة جدا. واحنا كنا برضو اللي شايف الحاجة من بره غير اللي شايف الحاجة من جوه. احنا كنا كل يوم بنقف نتكلم مع السواقين، على الرغم من ان هم كانت روحهم عاليه جدا وعندهم الاحساس بتاع انه لا انا عايز ادخل والف وادخل تاني واروح تاني، ده انا عايز اقول لهم لحد جوه اديهم الحاجات تيجي، بس برضو احنا كنا خايفين عليهم، وده طبعا. يعني احنا بشر في في الاخر، لان احنا المحرك الاساسي جوانا كلنا مش حاجه سياسيه، مش حاجه ثانيه، لا حاجه هيومانيتي، حاجه انسانيه. بالظبط، ده المحرك الاساسي. فانا برضو يعني قد يعني تقريبا دي التجربه اللي احنا عشناها، مع طبعا الجانب المؤسف ان احنا كنا سامعين صوت القصف، كنا شايفين القصف قدامنا. عشان كده بقول لحضرتك ان احنا مهما عملنا ومهما قلنا طبعا مش بقلل من دورنا على السوشيال ميديا، ولكن برضو الواحد لسه جواه احساس بالعكس. طيب في دقيقتين يعني اقل كمان يمكن 30 ثانيه، تقولي لي ايه الخطوات اللي جايه اللي هتعملوها؟ ما اقدرش اجزم، لان حضرتك زي ما حضرتك شايفه ان احنا كل يوم في اخبار جديده، احنا كل ساعه بحال. ايوه احنا كل ساعه في عاجل جديد وفي خبر جديد وفي خطوات جديده، فانا ما اقدرش يعني ما حدش عنده خطوات معينه او حاجه معينه. صح. هو ماشي عليها، احنا كل واحد فينا بيتعامل بالخطه بتاعته الانسانيه، اللي بايده بيعمل حاجه بيعملها، اللي بيجمع تبرعات للناس اللي هنا لاهاليهم هناك، اللي بيتابع المساعدات اللي بتروح، اللي بينزل يعمل تعبئه للكراسين،
يعني كل واحد باللي بيقدر يعمله تحت ايده بيعمله حرفيا. يعني مفيش حاجه احنا انا بصحى كل يوم الصبح ببقى مش عارفه هيا يا جماعه انا ممكن اعمل ايه النهارده، ايه اللي بلاقيه، طب يلا يا جماعه نتكلم عن ده النهارده، يلا نساعد، يلا نعمل. ما فيش حاجه معينه او خطوه معينه اقدر اقول لك عليها. بصي المسانده دي النفسيه دي يعني في ناس بتقلل من قيمتها، لكن هي قد ايه عند اهل غزه بتبقى حاسين ان الناس في ظهرهم، حاسين ان الناس حاسه بيهم، وده زي ما يعني ما بنقول اضعف الايمان او اللي بايدنا زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي، طبعا اللي بايدنا اننا نعمله. انا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا. انت وكل الجروبس او المجموعات اللي بتبذل قصارى جهدها انها تعبر ولو بالكلمه ولو بالمسانده بالمجهود بتاعها لمساندة قضية عادلة 100%، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بكرمه هينصرهم بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا، اتشرفت بحضرتك. شكرا. أشكرك. طيب ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم.